المكعب هو بداية الشكل. هنا أنا فوت على اللوحة من بعد تأمل بالعمل، بقول إنه اللوحة هي خلاصة إذا بدك مسار طويل من التشكيل. ما بقى شوف المشهد بعيني، صرت عم شوفه بمحل آخر، بقلبي، بمشاعري. لذلك أنا عم بعيد النظر بالمشهد لأرسمه من جديد مثل ما أنا بدي يكون، أكثر اطمئنان وأكثر سكينة وأكثر بساطة. عشان هيك المربع هو الشكل الأول للحياة، مش الحياة يلي منشوفها، الحياة يلي هي العلاقة بالانزياح عن الواقع وعن واقعيتها وعن شكلها وعن عم ترسمي انت لوحة من جديد بعلاقتها مع حريتها. يعني المكعب هو صحيح هو بداية الاشياء، بس هو علاقته اذا بدك بالزمن اكبر وعلاقته بالحرية اكبر. انا عندي المكعب هو الانتماء وعلاقته بالحرية واضحة يعني، والتشكيل عندي هو هالعلاقة بين الانتماء وبين التشكيل. اكتسبت اللوحة بعد التأمل من خلال حصفة للأشياء. المكعب هو خلاصة أو جوهر المنظر. بالنهاية أنا صرت عم بروح على جوهر المنظر، بطل يغريني المنظر مثل ما بشوفه أنا، صفى هو ما بعد المنظر أو المنظر الآخر أو المكان الآخر. وهذا أهمية الإبداع. الإبداع هو التنافس بالاحتمالية، احتمالية الشكل. يعني أنت عم ترسمي منظر احتمالي، دائما بدع المشاهد لحتى أو المتلقي لحتى يقدر يفكر فيه. وهذا أهمية هذا الإبداع. هو هون عم بتنافس مع حالي لأخلق منظر من جديد. المشهد هو علاقة الشكل بالفراغ أو الحجم بالفراغ، والظل والنور. يعني في عندي دائما في شكل، في حجم، وفي الفراغ. هذه هي العلاقة، وبنفس الوقت هو علاقة الظل والنور. وهول كلهم نتيجة مسار طويل من البداية الانطباعية للتجريدية لذلك هي مش جاي هو من فراغ، هو جاي من احتمال منظر. عشان هيك أنا الآن رحت لمحل ما عاد له علاقة بالمشهد أو المنظر السابق يلي كنت اشتغله أنا، بس بنفس الوقت الجوهر تبع هالمنظر موجود، علاقة الحجم بالفراغ.